السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر ان شاء الله تكونوا دوزتوا ليامات الاولى رمضان على خير وبخير. اليوم جايه لكم بواحد لا غوسيت تونسيه اللي تتعجبني بزاف بزاف، واللي بغيت نشاركها معكم. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لي غادي نحط لو دوبل نتاع لي كونتيتي، مي غادي نحط لكم لي كونتيتي نورمال. هنا انا وضعت 150 غرام ديال الماء، هذه نورمال، و 50 غرام ديال الحليب، و 15 غرام نتاع الخميره، ومعلقه صغيره نتاع السكر. وغادي نديروهم على 2 مينوت 37 دغري فيتاس 1. فوالا، خليت الخميره باش نفعلت واحد شويه مع الحليب والانغريديون اللي درت. غادي نزيد دابا 500 غرام تاع لا فارين، هذه نورمال بالنسبه ليا انا، جو دوبل. غنزيد 50 مليليتر ديال الزيت وبيضه ومعلقه صغيره ديال الملحه. غنوضع لو كوفركل وغندير مود بيتران، وغادي نخليه العجينه ديالتي تتعجن على 7 دقائق. هذه الا كنتو دايرين 500 غرام، اما الا درتو فحالي 1 كيلو دفارين نخليوه 10 دقائق. لاباتن ديالتي ها هي وجدات متلوقه رطبه كما تتشوفوا. غنوضعها في واحد الاناء غنغطيها بان فيلم اليمونتير وغنخليها ال دوبل دو فوليوم بوندون اون اور. من بعد ما غسلت لو بول ديالي غادي نوضع فيه 500 مليليتر ديال الماء، غادي ندير فيه لو باني كويسور اللي انا حطيت فيه 6 البيضات، مي نورمال 3، و 350 غرام تاع البطاطا اللي قطعت دي بوتي مورسو، مي انا درت لو دوبل. بوغ لا كويسون غادي ندير 18 دقيقة حتى 30 دقيقة، تمبيراتور فاروما فيتاس 1. هنا عندي دو بواط دو طون اللي بدون زيت، غنزيد عليه واحد نص بصله مشلضه وشويه ديال البيرسيل، ولو غيست نخليوه للبطاطا ديالنا. وغادي ندير واحد جوج معلقات كبار نتاع لا مايونيز اللي بغا بيان سور، ومعلقه كبيره ديال الهريسه وقبيصه الملحه وشويه نتاع البواغ. وميلونج الخليط ديالنا ونحطوه على طرف بور لو دريساج. من بعد ما لاباط ديالتنا ضعفات الحجم ديالها، غادي نبداو نعجنوها شي شويه باش نحيدو منها شويه داك الهواء، وغنبداو نصايبو الفريكاسيم ديالنا.
غنبدا نصايب الفريكاسيم ديالي على شكل عوينه، ومن بعد غادي نخليه يرتاح واحد 15 دقيقه باش عاد غنبدا القليان. نسخن الزيت ديالي على درجة متوسطة وغادي نبدا نقلي. من بعد ما تحمروا لي لي فريكاسيم ديالي غنحيدهم وغادي نوضعهم على ان بابي ابسوربون. غادي نكمل القليان ديالي ونتلاقاو في لو دريساج. ها هما لي فريكاسين ديالي وجدو، مقرمشين، حشاش، رطيطوين. هادي البطاطا اللي وجدنا، درت فيها شويه البيرسيل ومليحه، البيض المسلوق، شويه الزيتون الخضر، كحل بور الزين وبور لو كو سي، ولو طون اللي وجدت من قبل. تنبداو نحلوهم بحال دي ميني ساندويتش وتنبداو نعمرو كيما بغينا بطريقتي ولا بطريقتكم. فوالا، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش تيجي، وتيجيو بنان ولذادين. انا بيرسونيلمون جادور سيت روسيت. ومن بعد نتلاقاو في لو ديرنيي انغريديون. انا وجدت واحد لا بتيت صوص، درت فيها اون كويير نتاع لا طوماط كونسونطري مع شويه ديال الماء والكمون والحار وزويته بلديه. هذه حاجه انا تنزيدها من عندي تتعطي اونكور بلوس واحد لوغو بنين، و سي فاكولتاتيف، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. وهكا وصلت لنهايه الفيديو ديالي، جيسبر نكون عند الحسن الظن ديالكم وتكون هاد الوصفة عجبتكم ان شاء الله. ما تنسونيش من التعليقات ديالكم ومن الدعم ديالكم، واللي ما تابوناش يتابونا، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش تواصلوا بجديد الوصفات. باي باي تلموند.